السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم في حلقة اليوم عن طرق الوقاية من, أمراض من الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية طبعا دائما وأبدا الوقاية خير من العلاج وخاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية لأن الانتباه المبكر والوقاية المبكرة قد تؤخر وقد تمنع تماما الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية اهم الوقايه هو اولا ان نعرف هي عوامل الخطوره لانه كل عامل خطر له طريقه وقايه كما تكلمنا في حلقات سابقه عوامل الخطوره كثيره اهمها الضغط ارتفاع التوتر الشرياني ارتفاع سكر الدم التدخين حياه الركوده والسمنه ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم والشده النفسيه والعوامل الوراثيه طبعا العوامل الوراثيه ليس لها وقايه للاسف هذا عامل غير قابل للتعديل لكن العوامل الاخرى بفضل الله كلها قابله للتعديل او قابله للوقايه مثلا المريض اللي يستطيع أن لا يدخن وهذا عامل خطر يعتبر كبير جدا المريض المصاب بالسكر يستطيع أن يضبط سكره أكثر كي لا يصاب بأمراض قلب مريض الضغط يستطيع أن يضبط ضغطه ويكون تحت المراقبة الدورية مريض الشحوم والكوليسترول يجب أن يكون دائما جاهز للتحاليل وتحت كمان سيطرته الطبيب بالنسبة لحياة الركودة والحياة المكاتب، يجب المريض يكون عنده برنامج رياضي، الرياضة جداً 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 مهمة في وقتنا هذا. ليس فقط لعدم كسب الوزن، وليس فقط للرشاقة، وليس فقط لعدم السمنة، لأن حتى الرياضة تحسن الحالة النفسية، الرياضة تنشط الدورة الدموية، تساعد في ضبط السكر وارتفاع التوتر الشرياني، تعمل شوية استرخاء للجسم وتعمل شوية ريلاكس للمريض. فالرياضة جداً جداً مهمة أنصح كل المرضى. او الذين لم يصبحوا بعد مرضى ان يبداوا في برنامج الرياضه مبكر، الرياضه جدا مهمه وخاصه في حياتنا لأن حياتنا اذا تركناها كما تريد المدنيه الحديثه تتكون بين السياره والمكتب وهذا خطر كبير جدا جدا على الجسم. الامور الاخرى هي الوقايه من ناحيه الطعام، تجنب الاكل العالي الملح. تجنب الاكل الموجود فيه دسم وكوليسترول والشحوم وهي اكلات للاسف في اكلات شائعه في في بيوتنا في اماكن العمل يجب ان نتجنبها الامر الاخر هو الشده النفسيه المريض او الانسان العادي يجب ان يبتعد قدر ما يستطيع عن الشده النفسيه الشدة النفسية عامل خطر بحد ذاته وعامل خطر عوامل أخرى يبحث عن يوم استرخاء في الأسبوع على الأقل شهر استرخاء في, في السنة على الأقل أن يخرج مع ناس يحبهم يضحك معهم يمارس الرياضة معهم المريض يجب أن لا يبقى في جو العمل وفي جو التكنولوجيا الحديثة للأسف والموبايل معنا في كل مكان حتى استرس العمل يكون معنا في البيت حتى أثناء النوم هذا خطأ كبير جدا 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 يجب أن ننظم كل هذه الأمور يجب اجراءات كشوفات مبكره مبكره خاصه في العائلات اللي عندها قصص سريريه لاصابات مبكره، يعني المريض اللي عنده اخ او اب مصابين في عمر مبكر يجب ان يجري اجراءات حتى لو لم يشكي، يجب ان يجري فحوصات دمويه، يجب ان يراجع طبيب قلب وهو يوجهه شو هي الاستقصاءات اللازمه له. هناك امور اخرى مهمه جدا من ناحيه كما تكلمنا في قبل من ناحيه على مريض السكري، يعني مريض السكري الذي نبدا في علاجه مبكرا او مريض السكري الذي يكشف مبكرا غير المريض الذي ياتينا وقد اصيب بالداء السكري وقد ياتينا في مرحله الاختلاطات للاسف وهي عم نشوفها كثير في مجتمعاتنا، المريض اللي عنده قصه عائليه للاصابه بالسكري يجب ان يجري تحليل تحاليل روتينيه في اوقات مبكره من حياته ويجب ان لا يهمل العوامل الخطوره الاخرى، يجب ان يبتعد عن التدخين لان خطر التدخين عنده غير خطر التدخين عند مريض ليس سكري وليس مصاب بالضغط ادويه الضغط مهمه جدا الوقايه من الضغط كما تكلمنا في حلقه كمان سابقه عن الضغط يجب ان تكون مضبوطه جدا سواء عن طريق الرياضه الابتعاد عن الشده النفسيه الابتعاد عن المحتوى العالي للملح والدسم والكوليسترول في الطعام عيش حياه فعاليه فيها نشاط لا الاعتماد فقط على السيارات والمركبات إن شاء الله إذا المريض أخذ بهذه الأسباب قد يؤخر كثيراً إصابة في أمراض القلب بدون ما تظهر في عمر 40 قد تظهر في عمر 50 وقد يمنع تماماً هذه الإصابات بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته